تخيلوا ما تقدروا تروحوا عند دكتور بس لأنه في درج، أو ما تقدروا تروحوا تصلوا كمان بس عشان في درج، أو حتى ما تدرسوا بالجامعة ما تقدر تدخل على الكلية كمان بسبب درج. اليوم رح نتعرف على أصدقاء لإلي، سهيل، جيهان وأسامة. خلينا نروح نشوف شو قصتهم الثلاثة. صفيتي بس ما بتقدر تطلع من الكراج تقريبا، يعني اذا بدي اطلع شوي مغامره فيها وغلبه. بس على الرصيف هلا اذا بدي اطلع الرصيف شايف هون مثلا ما في ممر من هون، بس الرصيف وين بدها تطلع؟ مجبوره تمشي بالشارع. موجود هاي التسهيلات، بس عندك هون درج وهون درج وهون درج، وين بتروح؟ طيب هاي كمان مرة وفي درج، يعني 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 كيف عاملين لهم اياها وبعدين بحط لك درج؟ هاي كمان نفس الشيء، نفس المشكلة، كمان درج. شايف حتى للتسوق محرومين انه يروحوا يعملوا تسوق، يدخلوا على محلات بسبب لانه ما في هاي التسهيلات البيئيه، فكلها البيئه اللي عم بتعيق حركتهم. مش منتبه انه هذا المكان مخصص، اضطريت وقفت هون، بس لما انتبهت تراجعت. كيف انتبهت؟ انتبهت بوجود أشخاص بدهم يستعملوا هذا المكان المخصص لهم. تسهيلات بيئية للأشخاص ذوي الإعاقة؟ طبعاً موجودة بكل مكان. إيش هي هاي التسهيلات الموجودة؟ مداخل ومخارج لهم بكل مكان، بالأسواق وبالمباني الحكومية. إنه ممنوع السيارات أو البياعين يوقفوا بهاي الأماكن ويسكروها على الأشخاص ذوي الإعاقة؟ شو طبيعي هذا؟ مفروغ منه. لأنه شو بكون هذا نتيجته؟ تعدي على حقوق الغير. يعني تفضل شايف، والمشكلة إنه هاي المنطقة تم تحديثها، يعني كلها هاي معمول جديد بالتحديث، شوف كيف مش مخدين بعين الاعتبار ذوي الإعاقة. طب أسامة إيش بيصير معك مواقف محرجة تزعجك؟ أحيانا في ناس بيعطوني مصاري يشحدوني. جد؟ جد؟ إيش بعد هيك لحالهم بيجوا بيعطيك مصاري؟ لا بيشفعوا علي. في ناس، في واحد كان بيعطيني مرة رغيف خبز هون. لا. بتعرف انا احيانا كثير بنحرم من صلاه الجمعه، يعني كثير من شان موضوع الدرج وموضوع الرمبات. يعني تفضل، يعني ها طلع طلع الدرج هون، درج وكمان درج وكمان درج، حتى بتروح الحمام هون، حمام الجامع مش مهيئ. يعني شوف، بسبب درج ما قدر اسامه يشتغل، بس بسبب لانه الشركه هاي في عندها درج ما بيقدر يتواصل او يوصل على مكتبه بخلال هذا الدرج. فشوف كيف بيئتنا عم بتضلها تعيق، وحتى عم بتساهم بالبطاله في الاردن لفئه كبيره ما عم تشتغل بسبب هالعوائق اللي عم تلاقيها. بعد ما كنا هلا بالبلد وشفنا كل المعوقات اللي عم بتعيق حركه جيهان واسامه، هلا احنا انتقلنا للويبده وبدنا نشوف شو اللي رح يعيق مشوار سهيل. سهيل بدي احط هلا الشماغ على عيني وبدي اشوف كيف رح يكون الوضع. بتقدر تمشي لحالك؟ اكيد، زي ما انت شايف. شو يعني بدي عني انا امشي لحالي؟ بس هلا انت اللي عم بيعيقك التسهيلات البيئيه. هلا اذا كانت الطريق مامنه بشكل صح انا بكون امشي باريحيه. شايف هذول؟ هاي مش عم بيقدر يعرف انه هي رصيف مش رصيف، هي درج هي شارع. بتساعدك الناس عاده؟ قليل لما يجي حدا يعرض مساعده. هلا على الاغلب الناس كمان ما بتحب تساعدني، بيقول يعني مشغول، كيف بخاف ان انا بدي اقول له مثلا وصلني لاخر الدنيا. سهيل بدي احط هلا الشماغ على عيني وبدي اشوف كيف رح يكون الوضع، بدي اشوف اجرب ادخل بالتجربه. هلا بشوف، بدي كثير بدي احس. خلص بدي احس، بس بدك دير بالك علي. دير بالك. طب ما الي انا عصاي ولا بس وحده؟ انا بدي امسكك بس وحده؟ اول طيب. جربه دبك ما عليك. طيب
ايش هذا؟ هي كنبايه اذا بتحب تستريح. يعني هم الناس من كثر ما هي ذوق يعني حاطين لنا كنبايه نقعد بالشارع. فزي ما انت شايفه يعني مش عارف ايش ضل يحطوا لنا عشان يعقونا. واخر شيء بيجي بقول لك انت معاق او رصيف زي هذا زي ما انت شايف صفر رصيف درج. فبطلنا عارفين احنا بنمشي على رصيف ولا بنمشي على درج. اوكي صار الرمضان. يعني هذه من اكبر الامثله اللي احنا بحاجتها. هلا العمود مش مشكله ان انا ابعد عنه، بس انا شو بدي خليني اعرف انه جنب العمود في ساين اللي هو هذا لازم يكون اقل شيء على ارتفاع يكون فوق المترين عشان ما يصدم بوجهي. هون انا بحب احكي انه منظمه العمل الدوليه طلعت تقرير انه تقريبا مليون 1.5 تريليون مش مليون تريليون دولار عم تكون خسائر العالم بس بسبب لانه ما في تهيئه بيئيه لذوي الاعاقه، ما عم بيقدروا ينتقلوا من محل لمحل، ف 70% من ذوي الاعاقه عم بتعطلوا وبالتالي الدول عم تدفع الثمن لانه عم بيكونوا عاطلين عن العمل، فعم بتكلف الدول مبالغ كثير عاليه. هلا احنا مع اسامه بالسياره، بده يورجينا اسامه كيف بيقدر يسوق مثله مثل اي شخص بس عنده طريقته الخاصه وما في شيء عم بيعيقه لانه في تسهيلات بالسياره موجوده. هيك البريك لتحت طبعا، بالعكس هيك بتلاقي عندي بس هبلين بس عكس الحركه بريك لتحت بريك هيك. مثل ما السفن بتحتاج للبحار والمحيطات عشان تتنقل، نفس الشيء القطارات بتحتاج لسكه الحديد والسيارات للطرقات. اصدقائنا سهيل واسامه وجيهان هم بس اللي بيختلفوا عنا بطريقة تنقلهم من نقطة لنقطة، بس عدم وجود تسهيلات البيئية عم بيكون عائق في طريقهم وعم بيعيق حركتهم، فبالنهاية بنحكي كفى إعاقة لإلهم وخلينا نعمل تسهيلات البيئية. كان معكم ربيع زرقات، بشوفكم بفقرة ثانية.